هذه باغي نتزوج بوحده من الدوار. حكموك هذا خبر يفرح، كل شيء بالبركه. الله يبارك فيك. وشكون هذه؟ مريم بنت الشيخ صالح. كل شيء بالبركة. هذه الطفلة ما سمعنا عليها غير الخير، وعلى بالك بلي بنت خالتي. والله امها وامها خواتات. الله يبارك، خيار الناس يتسمى مغلطش منين جيت عندك. سوا سوا، ما كاش غلط في العنوان، وعلى بالك الحاجة مليحة اللي درتها في الدوار كي جيت عندي، وسيرتو في هذا الموضوع. بغيت نسقسيك. تفضل. والشيخ صالح على باله بلي جيت هضرت معايا؟ ما على بالوش. كي جيت عندي انا باش نقدر نعاونك؟ انت يا ابن عيسى وراك ولد الدوار والناس كاملين يعرفوك. عافية هذه ما غلطش. انا قلت باش تعرفني بالشيوخ والعجايز تاع الدوار، البركه كيما تقولوا، باش يروحوا معايا لدار الشيخ صالح نهار نخطب بنته مريم. يا ابن عيسى تسمع فيا؟ كمل كمل نسمع فيه. كمل كمل. راك تعرف انا الفاميليا كاع ماتوا، قالت لي خالتي وحده ومريضه وفي حاله وما شكيتي لا تزيد تطول في هالدنيا. انا ولاد عمها بن عيسى. صح سيدي، وين تراك معول تخطب؟ راني نقول الجمعه الجايه ان شاء الله. لا لا لا، انا تسعفني غير ريلاكس شويه، خليها الجمعه اللي موراها، خاطرك شي الجمعه الجايه عرسي وناس دوار لك تهضر عليهم كاع راهم معروضين عندي. بالبركة عليك بالبركة عليك. ونوصيك حاجة، وحاجة مهمة بزاف، احرز تقول للشيخ صالح السيد موسوس تهضر معاه يقول لك سلطاني وما دليش قدر، وراك تعرفه احنا على هذيك اللي نحبوه بزاف. هو ما تكسرش راسك، تبقى بيناتنا. وانا من جهتين دير 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 الشيء اللي نقدر عليه ان شاء الله. انا نروح بندير. سلامة. عاوني ويزيد يقول لي بندير. روحي شوفي شكون، وما كان لا جنون لا دار مسكونه. لا هما انا خاف من الجنون. لا 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 خالتي. اهلا ببنيتي، اهلا وليتي تهبلي، الله يبارك عذراء. قربي قربي يعيشك وبيك. اهلا سنيني، ما تسلميش عليا، تسلميش عليا خلاص. الخويا يا العدوة اللي ما سقسيتي عليا وما قلتي خويتي بيتة في حال البارح. خير ان شاء الله. واش من خير واش من خير يا اخي، حكمت لي لانيرجي ولانيرجي هذيك جاتني هنا في لوسطيمه، ومن بعد وليت لي قواطر الداخل. يقولوا لها لي ستوما وزقني انا بيتة مهلوكه. انت واش راكي تصنتي هنا؟ روحي ديري لنا فنجان قهوه نشربوه. اقعدي اقعدي. ايه سنيني يا امي، ما نجبد الحكه. ندير شويه نفا ونولي. ايه قولي لي يا حدا، كي تهضري مع الشيخ؟ الشيخ نهضر معاه كل يوم، علاه ماهوش راجليا؟ خليا ليه، شكون اللي قالك ماهوش راجلك هذا؟
يا وانا راني نهضر معاك على حكايتي انا. واش من حكايه؟ من حكايه؟ حكايه مريم مع بن عيسى. ايه الحكايه نتاعنا هي. شوفي انا هضرت معاه ما هي مره ما هي زوج ما هي ثلاثه كسرت له راسه. صحيتي بصح قال لي غير الحكايه هذه ما تزيديش تعاوديها لي. تكذبي تكذبي يا حد اخوتي يا لفعه تكذبي. كيفاش ليك انتي يقول لك لا ها والبن عيسى بلي قال له هي. كيفاش الشيخ قال بن عيسى هيها؟ قالوش هي هي مسرحة كيما تاعك هذي. بس هما رجالة يهضروا بالشريط. شوفي أنا ما عنده ما دخلني بصح الشيخ الكلمة كلمته والشورة شورته. روحي يا حدا روحي روحي يا حدا روحي وكي دقدوا لك المهراس وديروا لك حيتوت وبيتوت وغمضوا لك عينيك وسحروك يا حدا خويتي يا حدا حدا كي سحروك. كيفاش يا البارح برك كنت تقولي غير ابن عيسى اللي ما فرطش فيه وغير مريم بنتي ابن عيسى وبن عيسى من عيني هذه العيني هذه واليوم قلبتي عليه القصعة. والله يا خويتي غير حاولت الشيخ حاولته وحاولته قال لي غير بن عيسى الا 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 ياه لاش ده اهدين. ليه واش خصو بن عيسى واش خصو بن عيسى بن عيسى يهبل بن عيسى بن عيسى يشبه هذيك للشمس اللي تضوي على الدوار. بن عيسى كي يخرج هو من خلع الناس الكل تدخل للدار راو بن عيسى. ليه يعني ليه يا ذكارة الخير يا العقرب يا المسمومة ليه نسيتي يا نسيتي وش درت أنا في عرسك بيت نخدم عليك للصباح غير باش نزهيك ما خليت طياب ما خليت سياق ما خليت كلش عليا أنا يا كل شوفي صبعي ها صبعي هذا الأزرق ها مطرطق مطرطق من بدون الأزرق مطرطق من بدون الأزرق اللي بيت دز الدق دز الدق دز الدق به للصباح هاك بيك ما حبيتش ما حبيتش نطيش البيدون الأزرق قلت مهليش نشدو في الدار باش نشم فيه ريحة أخويتي. لكن دبتيني يا رواحي تشوفيه خليته لليوم في الباب دايرته للتسياق. شوفي يا حدا ورحمة يمينة ورحمة يمينة. تشكون يمينة هذي وش دخلك تشكون يمينة وش دخلك ها وما تمديش بنتك مريم لبني بن عيسى كي تشوفي فيه الوجه شوفي فيه ولا ماشي تشوفي فيه شوفي وجهي شفتيه فيني 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 هاتي الحيف اي ليكم وش بيها خالتي كي قلت لها بلي الشيخ ما بغاش بن عيسى تقلقت وراحت. يلا طفي يلا طفي يلا طفي يلا طفي اما دارتها دارتها فهمت روحها هنيتيني منه على بالي بصح بيناتنا انا عجبني اسكندر خير من بن عيسى. الله يبارك زينة قمرة تقول للشمس طلي وانا النصب قانا طل بصح حبيبة هي تشبهني انا كي كنت صغيرة شفتي ها هاي هذه ادي بخريها لها وقولي بخرت بالعرعار هكذا بعدوا عليها العين هيا هاتي يدك جايك وحدة طفيري زين يطبطب على باب داركم وش يسحق هذا وش يسحق هاي باينة حبيبة جاي يطلب العرعار يا طفل زين وجاي يطبطب في باب طفلة زينة على واه قولي لي قولي لي وش اسم وش يخدم وش من عائلة طول هاو بزاف مانيش ويكيبيديا بس صح أو منا من ولد الصالحين ولد الصالحين ولد من هذا وين يسكن ها بالعقل
هاو هكا نتوما تسولوا بزاف وهما يبداو يغشوا ولا غشوا عن بالك يتصنقعوا ويصنقعوا للراتسان تاع بابا. صح خديجة اختي، قلتي لي يسكن في الصالحين في دوار الصالحين وانا ما شفتوش. يا حبيبة يا وهم دي روحك يا وجاي من ورا البحر. يا وهم والله غير هم من هو هو هيا ديري تايك سيدي هاشتايك يا وبلعقل حتى حرقيه هيا طاق على ما طاق. ميراك فو ميراك سبيطار خليتك ليلة وحدة صرا هذا الشيء هذا كامل بيان سور فهاد الحوايج انا الزعاقة ما كانش دغوا و بيوت قلت لبابا بيان سور هنستعرف بيك من اليوم انا عيط لك سكندر تراديسيونال عبالك ما على باليش كيفاش نفهمك منين خسرت فيا لا بروميير فوا حسيت بواحد الحاجة ماشي نورمال بيزار كنت فودر انا ما نبغيش بهذا الصوالح امام انا ما كنتش نامن بهذه الحوايج بصح درك راني نامن كادر ستارت بيك هايله شابه الو تريبل بصح كيفاش راح دير مع نيكول نيكول ماشي كيفنا ما تفهمش لعوايدنا ايبوي ملي جيت للدوار فهمت بلي انا لازم نتزوج بوحده مني تفهمني مريم ايبوي كل واحد لازم يعيش كيما يحب عندك الحق ستار بيك مي جامي شفتك تهضر هكا جامي راني سيور بلي مريم هي اللي ديك لونشات كلشي على بالك عندها واحد لا بيرسوناليتي فور خفيفه حلوه تحسها فحله جزائرية تو سامبلومون عبالك لو كان تشوف نهار هضرت مع باباها كيفاش كانت لا رياكسيون تاعها تموت بالضحك علي احكي لي احكي لي علي غاكونت موا بابا هو اللي لازم يقولها مي انا اللي لازم نقول بابا واش لازم يقول هذه اللي تبين لك باللي عندها شخصيه قويه حبيت تقول تريسبكتي باباها ودير واش تحب اكزاكتومون جايه اونتر الوجه الصحيح والحياه والحشمه اي اونتر نو نيكون ما عندهاش هاد الصوالح وهذه ما عندهاش اختها سا سير سيريو راني نقصر برك واش ناوي دير راني ناوي نرجع للدوار ونهضر مع الكبار باش يروحوا معايا للخطبه راك تعرف ما كاينش لا فامي وانت هو الاول اللي قلت لك واش ناوي دير تتزوج بمريم هنا وتعيش معاها هنا ولا تتزوج بها هنا وتديها معاك لهي في زوج ملاح مريم تاني لازمها تخرج وتشوف الدنيا شويه كيفاش دايره تبان لي شاطره وتحب تتعلم وإن شاء الله بربي ما نحرمها حتى حاجة إن شاء الله وتانيك لو كان نقعد هنا في الدوار ونعاونهم حاجة مليحة بانوا لي مخصوصين بزاف حوايج نقدر نديرهم وراه في راسي واحد البروجي وبعد نحكيه لك بصح درك هيا نروحوا ووجد لي هذيك الضحكة الشابة نتاعك باسكو راك رايح تعرض قادر وزعما يعجبوهم لي كادو بيان سور يعجبوهم لي كادو كوم سا ما يعجبوهمش المهم حنا نعطوهم البندير وهو يعرف واش يدير بهم بندير سا فا با وي انا اللي نفرقهم نعرفهم واحد واحد كيش راهم من المومين ها